طب انت شايف يا تامر ان بعد النسخة التانية من المهرجان، مهرجان العالمين، ايه اللي ممكن يستجد في عالم صناعة السيارات في مصر وتحديدا السيارات الكهربائية؟ خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. انا من وجهه نظري شايف صوره اللي بتتنقل للعالم كله لمدينه تتمتع بظروف مختلفه، يمكن حظي ربنا كرمنا بشويه حاجات من الحظ ان خلانا ان احنا نسافر كتير، الحمد لله رحنا حتت كتير وسبقت في حتت كتير في العالم كله، والله مش كلام عشان بنقول بلدنا والحته اللي عندنا، بس هي فعلا في حتة عندنا مختلفة تماما. مش هتلاقي المعادلة ما بين لون البحر والأرض دي والطبيعة دي في طبعا الوقت ده، طبعا. وهيطلع واحد دلوقتي يقول لك طبعا بقى انتوا عشان قاعدين تقولوا الكلام ده. طب اللي يقول كده نقوله تعالى بنفسك خد فكرة. لا، افتح التليفون بتاعك اللي انت ماسكه، اكتب الشواطئ اللي موجودة في العالم واتفرج شكل الأرض مثلا في بلاد كتير، مش هقول لك أسامي، بس احنا عندنا معادلة حلوة. في نفس الوقت احنا المعادلة عندنا مرسى مطروح لوحدها بتضاهي المالديف. تخيل طبعا. النهاردة احنا عندنا مدينة حديثة متقدمة تقدر انها تستضيف حاجات كتير جدا. النهاردة لما نستضيف مجموعة من السباقات بهذا الشكل، نقدر في يوم من الايام في بطولة لسباقات في يعني الرياضات المائية ليها دور كبير جدا. احنا لسه في الرياضات المائية بعاد شوية، بس احنا عندنا اصعب حاجة هم بيدوروا عليها البحر. احنا عندنا البحر اللي يساعد ان تعمل بطولة مثلا لبطولة عالم. انا نفسي وان شاء الله انا عارف ان ده ممكن يحصل قريب جدا، ان احنا نستضيف بطولة العالم للمراكب السريعة. يعني انا ببسطها لك، طبعا السبيد بوتس ليها قصة تانية، دي بطولة عالم بيلفوا بيها على بلاد كتير. اعتقد في يوم من الايام عندنا فرصة، وبالصورة الحلوة اللي احنا نقلناها السنة دي يبقى عندنا بطولة عالم للمراكب السريعه. لو وعلى قولك لو جت على البحر، احنا عندنا بحرين كمان، ايوه بحر ابيض بالظبط تلاقي احمر موجود، بالظبط، نهر النيل موجود. طبعا صحيح. عندنا صوره حلوه جميله جدا، والصوره اللي اتنقلت للاعلام وللسوشيال ميديا كانت مهمه جدا. النهارده احنا بنتفرج، انا بنبسط لما اتفرج على صوره بلدنا، اتفرج لما اتفرج على برنامج الحاج كنت قاعد في صوره حلوه زي دي وبتنقلي صوره حلوه، وقاعد بتابع واشوف عندنا لوكيشنز حلوه في بلدنا. طبعا. وعندنا النهارده احنا قاعدين في الاوبن اير الحمد لله، مش عرقانين وعمالين. احنا النهارده لو قاعدين في مكان تاني في اي حته طبعا قاعدين مش قادر تتنفس، طبعا طبعا لازم جوه الاستوديو صحيح والتكييفات، صحيح. عندنا ظروف كتير مساعدنا.